انتشرت عدة مواضيع على مواقع التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع، كان من أبرزها فوز الفنان هاني شاكر بانتخابات نقابة الموسيقيين، حيث هنأ الفنانين نقيب الموسيقيين الجديد على فوزه، بينما أعرب عن شكره لأعضاء النقابة عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك. وتفاعل المستخدمين مع موجة الحر الشديدة التي سيطرت على أنحاء البلاد وتبادلوا صوراً للسخرية من ارتفاع درجة الحرارة، بالإضافة للتعليق على فوز نادي الزمالك ببطولة الدوري العام 12 في تاريخه من خلال هاشتاغ الزمالك بطل الدوري. وعلى اليوتيوب حصل مقطع فيديو للبنت التي رقصت في الشارع على نسب مشاهدة عالية. وأيضاً حصل مقطع فيديو أظهر ردة فعل طريفة لأحد الأطفال في مضمار سباق السيارات. وانتشرت صوراً لمدينة أمستردام على الإنستغرام، وأظهرت صور جمال المدينة حيث يجتمع الفن والإبداع في تماثيل انتشرت في شوارع المنطقة، ليكون أسبوعاً ممزوجاً ما بين السياسة والفن والإبداع. خلود عبد الفتاح، كلام تاني.